العسكرية بتعمل في كواليتي كبير جدا اسمه الاوبن اكسس. انا الصراحة ده يعني زي ما شايف ناس كتير منهم ده عارفوا الاوبن بابلشنج اكسس وده نعرف معلومات عنهم دوران جبلية اللي هي سيستم بروفيسور في جامعة خرطوم في كلية العلوم. شنو؟ في علم الحيوان. فرحب بالدكتور راني بليع. عندهم بيج بزنس في البايومتريك ريسيرش.
طيب المدير بتاعه كان داعم ديفلوبينج لفاكسين للملاريا وجاب ريسيرشر اخير يقول له والله احنا وي مانيش تو ميك بريك ثرو فجو اون لاين هاف لوك ات ذا بيبر. الزول ده مش تراين تو هاف لوك ات ذا بيبر الا اكسس دينايد يو شود باي البيبر. والبيبر واز اكشولي بايد فور والبروجكت كله واز اكشولي بايد فور باي ذا ويلكم تراست. الزول ده طلع من هناك ومن الناس المؤسسين للبابليك لايبراري اوف ساينس ناس الساينس والميكس في غير فاكويتس فده من الناس المؤسسين للفكره للموفمنت بتاع الاوبن اكسس انه اعمل ريسيرش خطه اونلاين اي زول يشوفه ويقدر يداونلود الجايد في بعد فور يعرف انه هاو تو تريت الديزيز الفلاني او البيشنت الفلاني لانه الانفورميشن از افيلبل اونلاين فور فري يو جاست نيد اكسس تو ذا انترنت. طيب انا قلت لك الكلام على البيزنس الكارديان فيها كان ارتكل بيقول لك انه اكاديمي ببلشرز ميك ميردوك لو انت الناس اللي بتاعت ميردوك مش لوك لايك سوشياليست ميردوك بالامبراطوريه الماليه بتاعته دي كلها هي لوكس لايك سوشياليست لانه ما بيكسب زيرو. اوكي Moving forward, an economist would like publishing, perishing, and peer review. And in the science, the scientists people publish or perish. شباب الصغار عارفين ما يعنيش publish or perish. أنشر بين حاجة الناسي. لما أرجع للإيكونوميست ألاقي إنه about 40% or more of the revenue بتاع الشركات بتاعت البلشنج في الميديسين والتكنولوجي والساينس is actually profit. ربح صافي ربح صافي ربح. Okay. طيب أبدا الكلام ده كله أبدا الكلام ده كله thesis الكلام عن إنه it's a big business big profits. Okay. بدأت thesis في chapter 2 and scholarly communication in crisis, in crisis actually it's in crisis. ليش؟ لأنه الناس تدخل البوبلشين في البيزنس we need money, we need profit وزول اللي قد جابتها كلام جميل جدا اللي هي قالت شنو هيثر هي هيثر ماريسون قالت whenever anyone not associated with a subscribing institution زي كل الناس by the way هي جامعة السودان تقريبا مع دائما الأوبن يونيفرستي عندها very good يعني access لحاجة لأن هي تدعي أنت للسبسكريبشنز up to date دائما يونيفرستي يعطينا ناس هنا يقول لي والله احنا we're subscribers to nature مثلا for example أو science في نظر subscriber I don't think so ليه أنا غالية a subscription an annual fee is so high عالية جدا غالية جدا but that's why we don't subscribe. طيب a subscription بكلفة $91 ل 799 دولار from an institution لمجلة واحدة. UK researchers في United Kingdom جامعات ما تقدر توفر لهم أكثر من نص المجلات اللي هم يحتاجوا لها. أوكي في subscription wise يعني. طيب كلام معين الأرقام دي ال profits ناس البيزنس. دي profit margins دي صافي أرباح الشركات اوكي البابلشرز الشغالين ساينتفك تكنيكال امريكان البابلشرز الزبير مشهور جدا عندها كمية من المجلات فالربح بتاعها حوالي 36% من الريفينيو. سبرينجر ساينس اند بزنس اونلي اوكي الصافي ربح حوالي 33.9% عائلة وايلي انسنس 42% صافي ربح Informa, 33.4%. Okay, they're traditional publishers. طيب إبدا معناه publishing is big business. والجراف ده هنا في الحقيقة ده comparison between traditional publishers, McDonald's, Walmart, okay, supermarkets, محلات أكل المنتجع عليه مع traditional publishers. فإذا أنت عندك هتلاقي إنه the highest Actually, the highest profit is made by Springer.
اللي هي المفروض انها بتنشر for the sake of science, medicine and technology. The background. This is just background. That's why we're going for the other model, open access. طيب لو ده نشر open access, احط ال peer reviewed article بتاعي online available. اي طول فيكم يقراه وتداونلود يقراه ويستفيد منه. المفروض انه نشره. المفروض عم نشره كاوثر او كجهه عندها دعم معين للحاجه دي. المفروض ادفع. اوكي؟ المفروض ادفع دي فيز. per article. لكن حاجة جميلة طالما انتم سودانيين وارجع تاني لكلام البروفيسور سودانيين you have حاجة اسمها waiver scheme. Waiver scheme معناه انت you're coming from a developing country, you can publish for free and you can access for free. Okay? So if you're a researcher, if you're a researcher, you can publish مع أي من البوبلشرز الكبار كان الأوبن أكسس فور فري. سو جو فور إت أكتب وببلش معاهم تسلم حاجة كواليتي لأنه ما بيقبلوا أي حاجة ما بيقبلوا رمش. أورايت؟ طيب بعد المقدمة الطويلة دي أنا بدي أشوف اللوجيستكس إحنا بدنا نشتغل عليه. اللوجيستكس بتاعتنا أول حاجة 7% الستاتستكس الجديدة بتاعت السكند كوارتر بتاعت 2012 30% of internet users in العالم are actually Africans. Very minute, I think. This is a small portion, صح? وفلتو maximize it. If you go further في الستاتيستيكس, دحيو أنا زول بحب الستاتيستيكس. By the way, I'm a population geneticist. يعني, بس إما ليك biology مع mathematics. فأي don't think people biology around يمشي وبفتكر الوضع الأنام هي الأفضل. طيب, let's go for statistics. Total, I'm sorry, The total population estimates the عملية Estimation Bureau, the American Bureau, في Africa is 1.073 and it should be 15.3% of the total population of the world. Like 7% of them are using the internet. لو مشيت فراشنيت مشيت شوية قدام بلاقي إنه في أفريقيا نفسها من الكبار نيجيريا وإيجيبت مصر. طيب إحنا وضعنا وين؟ أن إحنا السودان الاستيميت بوبيليشن بتاعتنا بعد 2012 حوالي 34 مليون وربع مننا حوالي 19% عندهم أكسس للإنترنت. أنا دايما بتكلم عن الإنترنت مفيد. حاليا أم كويس شو 19% بيكون فيهم 15% فيهم ده فيسبوكين معلش كتير لا غير ربش حاجات ربش أونلاين they're not using the internet properly. أنا دائما أستخدم الإنترنت بروبرلي. بوينت كويسة خالص إن إحنا في العشرة الكبار في أفريقيا. أفريقيا العشرة التوب 10 إنترنت كونتريز موجودات قدامكم نيجيريا نمبر 1، إيجيبت نمبر 2، إحنا نمبر 6 في أفريقيا. We can do this better than this، صح؟ We can. I know we can. So to sum up, what do we have? 19% of the Spanish population uses the internet. This is the statistic 2012. Only 3.9% of all Africans, these are the Sudanese who use the internet. Nonetheless, Sudan is number 6 in Africa. We already have an institutional repository of Mustafa Al-Nahani, Jamaat Al-Khartoum. We already have staff members من كل شبكة الجامعات السودانية مع التركيز على جامعة السودان وجامعة النيل وجامعة الخرطوم كنموذج فقط لا غير غير ناس مدربين عن الشغل اللي انا بتكلم عنه دلوقتي على الانستتيوشن ريبوزيتوري موضوع ثاني وحتكلم عنه من هنا اسمع. جلوبال اوبن اكسس بورتال بتاع اليونسكو السودان ظاهر فيه وبيزك ظاهر فيه بأواسر وبالاوبن يونيفرستي. هاويفر طلبت ترفع عن اخبار في كوب عن المشروع بتاع الأواسر بتاع جامعة الخرطوم اللي هو مستودع بيعمل سكاني للدوكيمنتس للثيسيس للديسرتيشنز بنرفعه اونلاين ده من غير صوت السودان احنا وير دوينج ريسيرش. وحاجة مهمة شديد انه احنا انكوايت شور امشي لكليات الدراسات العليا في الجامعات السودانية انكوايت شور بفوت مليانة اوريجينال ريسيرش. Let's put it online. دي حاجة أساسية.
documented احنا عارفين بره اكتر من جوا. open access map بتعرف السودان بتعرف جامعة الخرطوم بتعرف الاواسط. والسنة الجاية ان شاء الله هتكون بتعرف جامعة الاثنين بتعرف جامعة السودان لان احنا working في الجامعات الاثنين ازاي. publishers تقريبا open access publishers. طيب من قبل الموفمنت الموفمنت بدأت في 2000 انه let's go open معابر مفتوحة. قبل الموفمنت جامعة الخرطوم عندها مجلات تنشر open access من غير تسمية من ضمن مجلة كلية العلوم هارد كوبيز تتوزع على الناس مجانا وتقبل مجانا. This is open access. اوكي تحت البحث. وعلمية سنترال ده ببلشر كبير جدا وهو واحد من الركائز تحت الحركة نفسها تحت الموفمنت وده هم الباب التجريبي في 2000 وفي 2013 عندنا كمية من دور النشر اللي بتنشر اوبن. لو جينا دخلنا في السودان حلاقي مجلة كلية العلوم مجلة المعمار حلاقي مجلة السودان جورنال اوف ميديكال ساينسز حلاقي جامعة الميلان ده مجلة اوبن. في كمية من المجلات اللي قاعدة اوبن يو كان ببلش اوبن اكسس ات ناشونال ليفل ات ريجونال ليفل لانه اجر ذيس از ات ريجونال ليفل ذيس افريكان. Okay. And you can even publish at the international level if you publish this by the central or the spring open media. طيب ده يدعين للإمباكت فاكتر. ليه جات في الإمباكت فاكتر؟ تنصر رويتا. كلنا الناس المعينين للأكاديمية بيقول الله إحنا دائمين ننشر في مجلة معروفة عشان أنت لا تعرفها. صح ولا ما صح؟ طلبت لك في معرفة عديدة دي موصولة. لكن إحنا كلنا I'm assistant, I'm an assistant professor, and I got a professorship. عشان أبدأ professorship, I should publish peer-reviewed, 4 to 7 papers, I should serve the community, I should do some administrative work. صح؟ عشان أتركها. لو كنت أنا أخطون, ده سبت الزام. لكن أمور بالتلاتة عشان أنسان. Publish peer-reviewed nature, درجات الأعلى من زوال تاني. Publish, manage to publish حاليا nature. For example, nature بتدفع It will boost the weight بتاعك. Science as well. طيب, an open access journals are getting there. الليلة أنا دخلت SJR بيشوفوا المجلات والرانكينج بتاعهم العالمي. الشباب دايما بيقول لك إنه في مجال الباراسايتولوجي لأنه بيدرس شيء باراسايتولوجي مش شيء تستخدم. Plus pathogens اللي هي the openly accessed journal هي top في العالم اللي هي. قبل 3 سنين ما كانت هنا، ما كانت معروفة في الدكتور. اوكي؟ إذا بلس باثوجينز از نمبر 1، الإمباكت فاكتور بتاعها سو هاي، ما هي زي اللي بتقدر يشوف فيها. نمبر 2 ترندز الباراسايتولوجي بيحكي عن زيير، تريديشنال بابلشين. لكن نمبر 3 ملاريا جيرنال دي بتاع بايوميد سنترال. أوبن أكسس، أجين. يبقى الثلاثة الكبار في الباراسايتولوجي حاليا openly access journals because we're getting momentum, we're getting there. Okay, but sure, kind of like the best journals. Can I have another one for articles? Because we have chapters, in tech, open access publishers, they will publish for you chapter of a book, they will publish books. لو دخلت online, عندهم كمية من الكتب for download for free في كل المجالات و up to date. up to date حتى 2013 اللي احنا فيها الليله دي ادخل ايه ده ثاني. طيب انا كنت compare open access and traditional publishing. If you publish open access انت you have lots of people seeing you وبالتالي citing الpaper بتاعتك. Peer review is faster لانها it's online based. Submission is online based. Everything is online based. Okay. إضافة إلى it's an author friendly editing عندهم rapid publication ما تنتظر ما لازم العدد عشان يطلع عليك عندي 30 article. Plus pathogens تحت الأسبوع اللي فات كان فيها 2 articles فقط. Okay. But you don't need to wait عشان تشوف ال article بتاعك online when you publish open. ال impact factor زي ما قلت لك هو عامل مهم جدا بالنسبة لي في الأكاديمية تحديدا. It's getting there, we're gaining momentum. But then it shows high impact factor, the open access journals. So why to publish? I'm going to summarize, yeah, to go for an open access journal. Free access, maximum visibility,
you're getting to get cited, immediate publication, you submit peer review that had published, you're in the compliance. What should you make a publisher? How did it make it? If you're an institution, you're saving money. لأنه إذا أنت بتشتري traditional journal subscription العادي you're paying a hell of money للpublisher عشان يديك access to researchers بتاعينك. لكن لو أنت بتدفع للresearcher الواحد عشان يشهر الأرتيكل بتاعه وبالتالي تعمل المجلات كلها موجودة غير المتقابلين. This is different. طيب مقارنة برضو عن الكلام هنا journal cited versus unsighted اللي بتلاقيها نمبر 2 اللي هي الأس تحت الألزبير اللي هي كلاسين بروسيتولوجي وجبت لك في الرانك نمبر 1 اللي هي بلس باثوجينز ومعه الاي اس اس اي نمبر 5 وكل ده تشيك ده شو الفرق؟ الاحمر دي معناها كم من الارتكلز اللي محصل لها سايتيشن اوكي واللون اللي على الاصفر وعلى الاخضر ده دي سايتد فشوف الفرق لما انا عامل الزفير بلاقي بعض الارتكلز حصل لها سايتيشن كبير مثلا لكن في بعض الهافت وبعضوش 50% ما صارتك قبل كده الأرتكل المعين من الأوثر عكس لما نعاين لما الصاتيليز تقريبا الأنصايتد أرتكلز أقل صايتد أكثر معناته أنت بيجي عندك إندكس أعلى كأوثر معناته أنت فيه معروف أكثر عالمية أوكي ورسيرش فاكت is more useful للناس أنا they are citing you أكثر but this is important To finalize, هستخدم quotation تاني بتاع researcher Joshua Drew من جامعة كولومبيا, نيويورك. فقول that to me, there is something fundamentally inequitable about the manager in Papua New Guinea, for example, not being able to access a paper written about trees she can see from her office. Because that paper is published in a journal that her institution cannot afford. وده حالنا. ده حالة بتاعي مكتبتك بتاعي بيقول لك $130 أدفع ولا ما عندك أكسس ده تراديشنال صح؟ أي زول بيتك بيكون مرة الحالة So let's please make good use of the available fiber network In the very good fiber network جامعات السودانية كلها مربوطة بالفايبر I will finish by thanking you by thanking you أقول برضو سبحان الشعار الفوق ده the project ongoing right now if you wish عندنا مطبقات ممكن تصلوني وناخد your copy شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا طيب